الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل محمد. احنا في هذا اليوم نحتفل بمولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، ونفتخر بهذا المولد العظيم الذي هو مولد لكل البشرية، التي يعتبر من أقدس الأيام وأشرف الأيام عندنا ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وتشوف في هذه التكية الرفاعية ملتمة كافة البشر، لام جميع المسلمين لأجل يعني إحياء هذه الذكرى الشريفة على نفوسنا وعلى نفوس المدنيين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. نحن باسم تكية الشيخ مهدي، الشيخ خلف، الشيخ حسن الرفاعي، وباسم التكاية الرفاعية عامة في العراق وفي الوطن العربي وفي العالم الإسلامي أجمع، نهنئ العالم الإسلامي كافة بولادة فخر الكائنات وسيد الأولين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا احنا سنوية كتكاية رفاعية وقادرية وقرشوارية ونقشبندية وغيرها من التكايا نحتفل بذكرى ولادة فخر الكائنات عظيم الأنبياء والمرسلين الشافع المشفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن باسمنا وباسم التكاية كافة ندعو العالم الإسلامي في هذه المناسبة العظيمة المباركة العطرة الطيبة، هي شهر ربيع 12 ربيع الأول، ولادة فخر الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى التوحد وإبداء كلمة الصف وإنهاء الطائفيات، حيث أن هذه التكاية تجمع جميع الطوائف، جميع الطوائف ماكو فرق، لا كردي لا عربي لا سني لا شيعي، كليتها تتوحد في هذه المناسبة العظيمة. لا هي مناسبة ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دف المشايخ بغية الترويح 62 بيونس التصريح، لا حزن لا خوف الأمان بشار. هاي مناسبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إحياء ذكرى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ميلاده الشريف المبارك، وتجمع خير لجميع أهالي يثرب، ومن محافظة صلاح الدين، من كافة محافظة صلاح الدين، إحنا نلاحظ هسه المداحين من بيجي، يعني بيت عبد الله النابس، بيت الطرابلة، أساد الطرابلة العين، عندك المجود، عندك الجلابيين، عندك النجالة. لا يا رسول الله ترى ربي يا ريت رجع بالزمن لسنينك، يا ملك لا ترتع عشان من عطر ختم غارة التفاح. حياكم الله وبياكم في هذه قناة صلاح الدين الموقرة الطيبة التي دائما تحضر معنا في هذه التجمعات الدينية. ولادة سيدنا محمد يعتز بها كل المسلمين، وهاي كل سنة احنا نقيم منقبة نبوية ذكر قرآن من كل المحافظات تحضر هسه هاي الجلسة، من بغداد، من كركوك شمال العراق، من كل المحافظات
المحافظات يحضرون نحي هذه المنقبة النبوية بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسالتكم من هاي المنبر، رسالتنا نقول لأخوتنا جميعا، هذا حبيب الله، هذا الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء إلا لأجله، فنحس الجميع على التمسك والوحدة فيما بيننا إكراما لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الكذب والبهتان يا خال غربال، وحتى الفراش من الكذوب يتنجس. مع العالمين والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا من أهل الديالة من القضاء مندلي، وعزوم يا شيخ خالد على مولد النبي رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجار يتأمل يطحن الضرس بالضرس، هذا هوك ما تلقى عنده من الإيمان مثقال. أنا جئت من العبايش حتى أحضر هذا المولد النبوي الشريف. إحنا الأطفال والشباب والنساء والكبار كلنا نحضر هذا المولد النبوي الشريف. المنقبة هذه أي دائما في تكون ضيف السادة الحياليين. أنا الأبشم لو أخذ الله ورايا ولا